ضمن فعاليات مبادرة أسبوع الوئام العالمي، نظم نادي الشبيب المسيحي الأردني في الزرقاء وبالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية والفعاليات المختلفة مؤتمر الوئام الثاني تحت عنوان الرعاية الهاشمية للمقدسات الدينية. وقالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار في كلمة لها خلال رعايتها المؤتمر إن الدور العظيم الذي يقوم به الهاشميون في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أوصل هذه المقدسات إلى بر الأمان وحماها من الاعتداءات المتتالية للمستوطنين المتطرفين. كل حضارات العالم عبرت من الأردن، نتحدث عن آلاف السنين من الحضارة الإنسانية، والزرقاء بقلب هذه الحضارة، بالإضافة أنه إحنا احتفلنا بمئة عام من المئوية الأولى لتاريخ الأردن الحديث بحالة كاملة من الوئام. والدكتور الأساتذة الأكاديميين بيعرفوا أنه المبادرة الملكية بالوئام كانت للعالم، انطلقت من الأردن. مدينة الزرقاء تقدم نموذج للوئام للعالم، ولا ندخل إطلاقاً في نقاشات إطلاقاً حول هذا الدور الحضاري وتعريف الأردن للوئام، لأننا قدمنا المعنى الحقيقي للوئام للعالم. ومبادرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني جاءت ليقدم للعالم في وقت كان العالم بحاجة لقائد من العالم العربي، وقائد يحمل المسؤولية التاريخية وباعتزاز ضمن ثوابت وطنية أردنية في كل ما يتعلق بموقف الأردن. من جهتها قالت رئيسة نادي الشبيب المسيحي فاتن سميرات بحضور عدد من نواب المحافظة والمسؤولين إن هذا المؤتمر يأتي للتذكير بأهمية الوئام الديني وضرورة المحافظة على المقدسات الدينية لجميع الأديان. وتحدث في اللقاء كل من الأب خليل حجازين كاهن رعية الروم الكاثوليك الزرقاء، والنائب هاي العياش ومدير أوقاف الزرقاء بالوكالة الدكتور رائد الشوابكة والدكتور محمد وهيب، حيث أكد الجميع على أهمية الوئام والتعايش بين جميع أتباع الديانات في العالم. واختتم المؤتمر بعرض فني مستوحى من التراث الأردني الشعبي قدمته فرقة الروزنة لإحياء التراث.